وفي سياق ذي سلة، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها عزلت 4 أسرى فلسطينيين بعد الاشتباه باتصالهم بمريض بالفيروس الأسبوع الماضي، نافية إصابتهم بالوباء. وكان نادي الأسير الفلسطيني قد قال في وقت سابق إن إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت المعتقلين في سجن مجدو بإصابة 4 أسرى. حول هذا الموضوع انضم إلينا السيد حسن عبد رب الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين. سيد حسن، أهلا بك. إذن ما آخر مستجدات حول هذا الموضوع ووضع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية؟ مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. دون شك منذ صباح هذا اليوم هناك متابعة حثيثة لقضية الأسرى 4 الذين تم حجرهم في قسم 4 في قسم خاص للمحجورين تحت شبهة إصابتهم بفيروس الكورونا. وفق المعلومات الرسمية التي توفرت لنا من خلال إدارة مصلحة السجون ووزارة الصحة الإسرائيلية وأعضاء الكنيسة في القائمة العربية المشتركة الذين تابعوا هذا الملف أيضا مع وزارة الصحة الإسرائيلية، اتضح بأن الأسرى 4 هم في حالة الاشتباه بالإصابة ولا يوجد أي أعراض بادية عليهم، وتم حجرهم كإجراء احترازي وإجراء وقائي. ولكن دون شك هناك خشية حقيقية بأن يصاب أسرى بوباء الكورونا في داخل السجون وأن ينقل ذلك من خلال السجانين. نعم. إذن ما هي مطالبكم سيد حسن؟ نعم، مطالبنا بشكل واضح تتمثل بضرورة أن تتحمل السلطات الاحتلال الإسرائيلي التزاماتها الدولية اتجاه توفير سبل الحماية والوقاية لضمان السلامة العامة للأسرى داخل السجون من هذا الوباء، من خلال توفير كل ما يلزم من مواد مطهرة ومواد معقمة ومواد تنظيف، لا أن تلجأ إلى تقليص ذلك وحجبه من الكانتين الذي يقوم الأسرى بشرائه على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى الإفراج عن الأسرى المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة كالسرطان والربو وضيق التنفس وكذلك الأمر الفشل الكلوي ومشاكل في القلب والكلى والكبد، كذلك الأمر الإفراج عن الأسيرات والأسرى الأطفال بهدف إنقاذ حياتهم وحمايتهم بشكل كامل من هذا الوباء. نعم سيد حسن، إذن هناك أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، هل هناك تنسيق مشترك مع مصلحة السجون الإسرائيلية أو حتى عبر وسطاء فيما يتعلق بوضع الأسرى؟ هناك متابعات، وهذه المتابعات تتم من خلال الدائرة القانونية ومحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين والذين يتواصلون بشكل قانوني وبشكل رسمي. أيضا هناك متابعات من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لتحمل مسؤولياتهم ومتابعة كل قضايا والظروف الاعتقالية للأسرى داخل السجون. وهناك أيضا مناشدات وجهت لمنظمة الصحة العالمية بهدف ضمان توفير سبل الحماية والوقاية للأسرى داخل السجون. سيد حسن عبد رب الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، شكرا جزيلا لك.